التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ينعي للأمة رجلا كانت له صفات الأبطال. ولفت متحدث الرئاسة إلى أن مصر فقدت رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن، وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري. قائدا ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر. نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم. وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيكلف رئيس حكومة جديدة ضمن إحكام انتقالية. وقال سعيد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد أن التدابير الاستثنائية ستتواصل، مشيرا إلى أنه سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد. وأوضح أن النواب لن يعودوا أبدا لأن البرلمان كان حلبة صراع. فاز الليبراليون بزعامة جاستن ترودو رئيس الوزراء المنتهية ولايته في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في كندا حسب المؤشرات الأولية. من جهته أقر إيرين أوتول زعيم حزب المحافظين بالمعارض في كندا بالهزيمة. وفي كلمة إلى مؤيديه في دائرته الانتخابية خارج تورنتو قال أوتول أنه اتصل بترودو لتهنئته. وتوقعت شبكات تلفزيونية فوز الليبراليين بحكومة أقلية. ختام موجز التاسعة، فاصل قصير ونعود لاستكمال فقرتنا في صباح الخير.